خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لقصة يمكن كلنا متابعينها بقالنا كام يوم، قصة الطالبة منة طلاع عماد الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ. أيضا توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنيها تعليميا ودعم تفوقها العلمي. عشان كده التقت منة طلاع بدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي تم كمان بعد كده الالتزام بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم ليها في كافة مراحلها التعليمية لحد تخرجها من الجامعة بإذن الله. طبعا الأكاديمية لها دور كبير جدا في رعاية واحتضان المواهب الشابة سواء بقى العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها كمان من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين واللي أطلقتها الأكاديمية في مايو اللي فات. كل الضغوطات اللي انا مريت بيها، كل ان انا كنت عايشه على في شقه خاليه من كلات تماما، على نايمه على مرتبه بذاكر على جردل، كل الضغوطات اللي ممكن حصلت دي كانت دافع ان انا اطلع الاولى، كانت دافع ان ده يبقى هدف قدامي ان انا احقق انجاز احقق طموح، كانت دافع ان انا ماما كانت معايا ان هي بتديني دافع، والحمد لله يعني الحمد لله ربنا وفقني وطلعت الاولى الحمد لله. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تبنيهما للطالبة منة طلاع عماد الحاصلة على المركز الأول بالإعدادية بمحافظة كفر الشيخ. حياة كريمة كلمتني قالوا لي إن الرئيس تكفل بالموضوع، ورجع بقى هيئة أكاديمية التدريب كلمتني، وزير التربية والتعليم كلمني، وزيرة التضامن، والحمد لله يعني كله تكفل الموضوع. منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل، وهو ما أشارت إليه السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقدمت لها كل التحية والتقدير ولوالدتها التي حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها. وأكدت السيدة انتصار السيسي على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، متمنية لها مزيدا من التفوق والنجاح. أنا كنت بصراحة مش متخيلة، هي كانت مفاجأة، هي كانت صدمة الأول، بعد كده الحمد لله يعني هو ده العوض بتاع ربنا حصل، وشكرا بجد على كل اللي قاعد يحصل من امبارح ده. نفسي ان كل حاجة تتحل، نعيش حياة مستقرة ان شاء الله، ونفسي ان شاء الله اللي جاي احقق انجازات اكبر واكبر ان شاء الله. حابة اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو تكفل الموضوع، وهيئة واكاديمية التدريب وحياة كريمة تكفلوا بالموضوع، وحابة اشكره على الدعم، وحابة اشكرهم حياة كريمة واشكر اكاديمية التدريب على الدعم.